ماذا ستضرب إسرائيل في إيران؟ السؤال الأبرز حالياً مع ترقب الهجوم الإسرائيلي داخل العمق الإيراني، قائمة الأهداف طويلة، والخلافات حولها بين تل أبيب وواشنطن لم تحسم بعد. لكن وخلافاً للمنشآت النووية والعسكرية والنفطية، القناة 14 الإسرائيلية تتحدث عن أهداف جديدة قد تضاف إلى تلك القائمة. القناة قالت إن إسرائيل قد تستهدف منازل كبار المسؤولين في إيران. هذا الخيار بحسب القناة لم يكن مطروحاً قبل عدة أيام، لكن تمت مناقشته ووضعه على الطاولة عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته باستهداف طائرة مسيرة لمنزله في قيسارية. مراقبون لم يستبعدوا تنفيذ إسرائيل لضربات من هذا النوع كرسالة تحذير وردع للقيادة الإيرانية، كما أن استهداف شخصيات بارزة في حكومة طهران قد يؤدي إلى إضعاف القيادة الإيرانية وإثارة حالة من الفوضى والارتباك الداخلي الذي تتصاعد وتيرته داخل أركان النظام الإيراني. ما رأيكم؟ هل تستهدف إسرائيل منازل المسؤولين الإيرانيين؟